إن الجماعات الإرهابية الضالة تستخدم نفس النصوص التي تتحدث عن منزلة الشهيد، وللأسف الشديد تستخدم نفس الآيات ونفس الأحاديث لاوية أعناق النصوص، محرفة الكلم عن مواضعه، موهمة عناصرها الإرهابية بأنهم شهداء، فهم يقتلون ويذبحون ويحرقون ويمثلون بالبشر للأسف الشديد باسم الإسلام وتحت راية القرآن، والإسلام والقرآن بريئان من كل ذلك. لذا لزم التأكيد على أمور. أولا، ما وضحه بيان الأزهر الشريف وأكدته كل من وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية من أن الشهداء الحقيقيين هم من يدافعون عن وطنهم. الشهداء الحقيقيون هم من يدافعون عن وطنهم ضد كل معتد، ويدفعون أرواحهم فداء لأهله وأرضه وبحره وسمائه، وليس هؤلاء الذين يروعون أهل وطنهم ويهددون أمنهم وأمانهم ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب الفساد. وعندما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن جاءني من يريد أن يجتاح مالي، أي أن يأخذ مالي بالقوة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعطه. قال: فإن قاتلني؟ قال صلى الله عليه وسلم: قاتله. قال: فإن قتلني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت شهيد. قال: فإن قتلته؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. وليس الوطن أقل شأنا من المال، بل هو أولى وأعز. وقد قالوا: رجل فقير في دولة غنية قوية خير من رجل غني في دولة فقيرة ضعيفة هزيلة، لأن الأول له دولة تحمله وتحميه، والثاني لا سند له. وهذا هو الفارق بين فهم الجماعات المنحرف وفقه الدول، فالدول لا يبنيها إلا عظماء النفوس والهمم.